يقول عبد الواحد ابن عشير مبتدئا باسم الإله القدير. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأم توفي، في عقد الأشعار وفي فقه مالك وفي طريقة الجنيد السالي. يقول عبد الواحد ابن عشير مبتدئا باسم الإله القدير. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا، أقسام مقتضاه بالحصر تمس وهي الوجوب استحالة الجواز. فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى ثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سم للضروري والنظر كل القسم. أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليها نصب الآيات. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبة الشعر أو بثمان عشرة حول انظار. يقول عبد الواحد كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف وفعل، وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبة. ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذا الحادثة كذا الفناء والافتقار عدة، وأن يماثل ونفي الوحدة عجز كراهة وجهل وممت وصمم وبكم عما صمت. يجوز في حقه فعل ممكنات بأسرها وتركها في العدمات، وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع. لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمعت تساوي والرجحان، وذا محال وحدوث العالم من حدث الأعراض ما تلزم. لو لم يكن قدم وصفه لازم حدوثه دور تسلسل حتم. لو أمكن الفناء لالتف القدم، لو مثل الخلق حدوثه انحتم. لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد إلا ما قدر. لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. والتالي في ست القضايا باطل قطعا مقدما إذا مماثل، والسمع والبصر والكلام بالنقل ما كماله ترام.
لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أوجب. يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبلغهم يحق. محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي. يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض. لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم. إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. لو انتفى تبلغ أو خان حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. جواز الأعراض عليهم حجة وقوعها بهم تسلي الحكمة. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان. وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تفوز بالدخر. فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرافع. قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط البقية. ثم الصلاة والزكاة في القطع والصوم والحج على من استطاع. لما نجاز بالإله والكتب والرسل والأملاك ما بعث قرب. وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيرا. وأما الإحسان فقال من درى أن تعبد الله كأنك ترى. إن لم تكن تراه إنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. يقول عبد الواحد ابن عشير. مقدمة من الأصول معينة في فهومها على الوصول. علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف الطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو لمانع. أقسام حكم الشرع خمسة ترم فرض وندب وكراهة حرم. ثم إباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم. دني مكروه وما حتم حرم مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذين. يقول عبد الواحد ابن عشير. كتاب الطهارة. بسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. إذا تغير بنجس طريح أو طاهر لعادة قد صلح. إلا إذا لزمه في الغالب كبيرة فمطلق كالذائب. يقول عبد الواحد ابن عشير. فصل في فرائد الوضوء. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا
صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لمملوع عارض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين. خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرجل ظهر، سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار، وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامين سواك ولدد ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابع لقدمه، وكره الزيد على الفرد لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، وعجز الفور بنا ما لم يطل ليبصي الأعضاء في زمان معتدل، ذكر فرضه بطول يفعله فقد وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. فصل نواقضه ستة عشر بول وريح سلس إذا نذر، وغائط نوم ثقيل ماذي، سكر وإغماء جنون وادي، لبس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، إلقاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر، ويجب استبراء الأخبتين مع سلت ونتر ذكر والشددع، وجزل استجمار من بول ذكر كغائط دم كثيرا انتشر. فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتبعي الخفي مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الإليتين، واصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما بدء بأعلى ويمين خذهما، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إسماعيل، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، موجبه حيض النفاس إنزل مغيب كامرة بفرج إسجد، والأولان منع الوطأ إلى غسل والآخر لقرآن حلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد مواد. فصل لخوف ضر أو عدم ما
عود من الطهارة التيمم وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل وجاز للنفل ابتداء ويستبح الفرض للجمعة حاضر صحيح فروضه مسحوك وجها واليدين للقوع والنية أولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهورا ووصلها به ووقت حضارا آخره للرجي آيس فقط أوله والمتردد الوسط سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب الباقي مندوبه تسمية وصف حامل نقيده مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل إن صلى وإن بعد يجيب يعد بوقت إن يكن كخائف الغص وراجل قدام وزمن مناولا قد علم يقول عبد الواحد ابن عشر مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا كتاب الصلاة ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي فرائد الصلاة ستة عشرة شروطها أربعة مقتفرة تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسس والاعتدال مطمئنا بالتزام تبع مأمون بإحرام سلام نيته اقتدى كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف شرط هذه استقبال طور الخبث وستر عورة وطور الحدث بالذكر والقدرة في غير الآخر تفريع ناسها وعاجز كثير ندبا يعيدني بوقتك الخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء ومع ذا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلم فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأديها به حتما أقول سننها السورة بعد الوفية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم كل تشاهد جلوس أول والثاني لا بل السلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفرد والإمام هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور جار السلام كلم التشهد وأن تصلي على محمد سن الأذان لجماعة أتت
فرضا بوقته وغير طلبت. وقصر من سفر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، مما وراء السكن إليه القادم مقيم أربعة أيام يتم. مندوبها تيمن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الإمام. وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا ريدا وتسبيح السجود والركوع سدل يد تكبيره مع الشروع. وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط مخلة تحريك سببتها حين تلا. والبطن من فخذ رجال يبعد ومرفقا من ركبة إذ يسجد. وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيد. نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاختفي لدى السجود حد وأذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خدا. تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر البقيين كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. وكاره بسملة تعود في الفرض والسجود في الثوب كذا كور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه. قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نفى الخشوع وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع. تشبيك أو فرقعة الأصابع تخصر تفرض عين تابع. فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميت. فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سر تابعة. وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد الاستسقى سنن. فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. نودب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت. وقبل وتر مثل ظهر العصر وبعد مغرب وبعد ظهر. فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن. إن أكدت ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد. واستدركي قبلي مع قرب السلام واستدركي البعد ولو من بعد عام. عن مقتدي يحمل هذين الإمام وبطلت بعمد نفخ أو كلام بغير إصلاح وبالمشغل عن فرض. وفي الوقت أعيد إلى يسن وحدث وسهو زيد المثل قطعة وعمد شرب أكل وسجدة قيء وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض. وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطول.
كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدي لكن قد يبل لأن بنوا في فعله والقول نقص بفوت سورة فالقابل كذكر الوسطى والأيدي قد رفع وركب لا قبل ذا لكن رجع فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجميع على مقيم من عذر حر قريب بك فاسخ ذكر وأجزأت غير نعم قد تندب عند النداء السعي إليها يجيب وسن غصب بالرواح اتصل لذب تاجر وحال جمولة بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرد وبركعة رست وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا موتروها شرط الإمام ذكر المكلف آت بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتدى في جمعة حر مقيم عدد ويكره السلس والقروح مع بدل لغيرهم ومن يكره دع وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة التزام وراتب مجهول أو من أبنا وأغلف عبد خصيب بن زينة وجزعين نين وآماء كانوا مجذم خف وهذا الممكن والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدينا وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن سجدا أو ركعا ألف هنا في جلسة وتابعة إن سلم الإمام قام قضية أقوى له وفي الفعال بنية كبر إن حصل شافعا أو أقل من ركعة والسهو إذاك احتمل ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أولى قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غرب إن بدر الخروج منها وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباه فردوا أو قدموا يقول عبد الواحد بن عشير كتاب الزكاة الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراك يرم والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلت السقي يجر خمسة أوسق نصاب فيهما
في فضة قل 200 درهما 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشور فيما وجب والعرض ذو التجري ودين من أضر قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض 80 أو دين عينا بشرط الحول للأصلين في كل 5 جمال جدعة للغنم بنت المخاض مقنعة في 25 وابنة لابن في 36 تكون 46 حقة كفت جدعة 61 وفت بنت لبون 76 وحقتان 91 وما 30 أي بنت لبون أو خذ حقتين بافتيت إذا 30 300 في كل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت للأبن وهكذا ما زاد أمره يهن 20 تبيع في 30 بقر بسنة في 40 تستطر وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم جات 40 ما أخرى تضم في 21 يتلو 100 ومع 80 3 مجزئة 4 خذ من 240 شات لكل 100 إن ترفعي وحول الأرباح ونسل كالأصول والطارنا عما يزكى أن يحل ولا يزكى وقصر من النعم كذا كما دون النصاب واليعم وعسل فكهة مع الخضر إذ هي في المختت مما يدخر ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين والضأن للمعز وبخت للعرب وبقر إلى الجواميس استحب القمح للشعير للسلت يصر كذا القطان والزبيب والثمر مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج الغريب أحرار إسلام ولم يقبل مرب فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين بجل عيش القوم لتون حر والمسلمان في اليوم يقول عبد الواحد بن عشير كتاب الصيام باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كتسع حجة وأحرى الأخير كذا المحرم وأحرى العاشر ويثبت الشهر برؤية الهلال أو ب30 قبيلا في كمال فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله والقيء ما إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع ويكره اللمس وفكر سليم
دأبا من المدي وإلا حرما وكره دوق كقدر وهذا غالب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك ونية تكفي لما تتبعه يجب إلا إن نفاه مانعه ندب تعجيل لفقر رفع كذاك تأخير سحور تابعة من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فمن أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح وعمله في النفل دون ضر محرم وليقن لا في الغير وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حالا وفضلوا إطعام ستين فقير مدا لمسكين من العيش الكثير يقول عبد الواحد ابن عشير مبتدئا كتاب الحج القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قادم ووصله بالسعي ماشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلة ثلاث بمنى إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يا لملم اليمن آتها وفا تجرد من المخيط تلبية والحلق مع الجمار توفية وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والدين منك استجمع إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل والبس رداء وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين والكافرون مع الإخلاص هما فإن ركبت أو مشيت أحرم بنية تصحب قولا وعمل كمشي أو تلبية مما اتصل وجددا كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دانت مكة فاغتسل بذيق وبنا ذلك ومنك الثانية الخلا إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذي كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة
خلف المقام ركعتين أو قيعا، وادعو بما شئت لدى الملتزم، والحجر الأسود بعد استليم، واخرج إلى الصف فقف مستقبلا عليه، ثم كبرا وهللا، واسعى لمروة الفقيه مثل الصفا، وخب في رطل المسير إذا اختفى. أربع وقفات بكل منهما، تقف والأشواط سبعا تميما، وادعو بما شئت بسعي وطواف، وبالصفا ومروة مع اعتراف. ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي اجتلى، وعد فلب لمصلى عرفه، وخطبة السابع تاتي للصفة، وثمن الشهر خروجن لمنى، بعرفات تاسعا النزول له، واغتسل القرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا، ظهريك ثم الجبل اصعد ركيبا على وضوء، ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا، مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف، وانفر لمزدلفة وتنصرف، في المأزمين العالمين نكبي، واقصر بها واجمع عشا لمغربي، واحفظ وبيت بها وأحيي ليلتك، وصلي صبحك وخلص رحلتك، قف وادعو بالمشعل للإسفار، وأسرعا في بطن وادي النار، وسر كما تكون للعقبة، فارمي لديها بحجار سبعة، من أسفل تساق من مزدلفة، كالفول وانحر هديا إن بعرفة، أوقفته واحلق وسير للبيت، فطف وصل مثل ذاك الناس، وارجع فصل الظهر في من الوبد، إثر زوال غده ارمي لا تفد، ثلاث جمرات بسبع حصايا، لكل جمرة وقف للدعوات، طويلا إثر الأوليين أخيرا، عقبة وكل رامي كبيرا، وافعل كذاك ثالث النحر وزد، إن شئت رابعا وتم ما قصد، ومنع الإحرام صيد البر، في قتله الجزاء لك الفاري، وعقرب مع الحدى كلب عقر، وحية مع الغراب افتجر، ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذ، ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل، وإن قوى سخي ظفر شعر، ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، ومنع النساء وأفسد الجمع، إلى الإفاضة يبقى الامتناع، كالصيد ثم باقي ما قد منع، بالجمرة الأولى يحل فاسمع، وجاز الاستظلال بالمرتفع، لا في المحامل وشق دف فعي، وسنة العمرة فافعلها كما حج، وفي التنعيم نادبا أحرم، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثيرا،
ما دمت في مكة وارعى الحرمة لجانب البيت وزيد في الخدمة ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما علمت وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب سلم عليه ثم زيد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إني تنمونا وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور يقول عبد واحد كتاب مبادئ التصوف وهواد التعرف الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وتوبة من كل ذنب يشترى تجيب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلافى ممكنا تستيقظ وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تولد فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة يغض عينه عن المحارم يكف سمعه عن المآثم كغيبة نميمة زور كذب لسانه أحرى بترك مجول يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمام يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطل والسعي لممنوع يريد ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآت رأس الخطايا هو حب العجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار له يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه يحاسب النفس على الأنفاس ويزيل الخطر بالقسطاس ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي ويكثر الذكر بصفو لبه والعون في جميع داب ربه يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامة اليقين خوف رجاء شكر وصبر توبة زهد توكل رضا محبة يصدق شاهده في المعاملة يرضى بما قدره الإله له يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدس واشتفاه للقدر نظما لا يفي بالغاية وفي الذي ذكرته كفاية أبياته أربعة عشر تصف مع ثلاثمائة عد الرسل سميته بالمرشد المعين على الضرور من علوم الدين
فأسأله النفع به على الدوام من ربنا بشيء سيد الأنام. قد انتهى والحمد لله العظيم، صلى وسلم على الهادي الكريم. يقول عبد واحد ابن عشير مبتدئا باسم الإله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدين.